Shampoo, definition of shampoo, a viscous cosmetic preparation with synthetic detergents used for washing hair, which is called shampoo. هي عبارة عن مستحضرات تحتوي على سائل وعادة بيكون فيسكس يعني لزج وتحتوي على ديترجنتس اللي هي مواد تنظيف. الهيستوري اوف شامبو ديتس باك تو المستعمرات البريطانية في الهند. كان يستخدموا كلمة شامبي لدلالة على الهيد مساج، كانوا يعملوا هيد مساجينج وكانوا يستخدموا نوع من زيوت الشعر. بعد هيك انتقلت لبريطانيا عن طريق دين محمد and his wife، افتتحوا زي ما يعرف بالتركيش باثس اللي هي الحمامات التركية، وكانوا يستخدموا هاي الطريقة في الهيد مساجينج. وبعد هيك يعني كانوا الكلاينتس تبعونهم لما ييجوا يعملوا لهم هيد مساجينج، وبعد هيك انتقلت للثيرابيوتيك مساج، وبعد هيك صار في يعني تغيرت الفكرة. وطبعا تم مكافأتهم او يعني زي تقليدهم وسام لانهم شامبوينج سيرجن، زي كأنهم جراحين الشامبو. في التسعينات انتقل المعنى لأبلاينج سوب تو ذا هير، انه وضع صابون على الشعر، فبدل ما كان يعني هيد مساج صار يعني استخدام الصابون على الشعر، وبالتالي هذا اسمه الشامبوينج. الشامبوز بهذاك الوقت كانوا يستخدموا كانت عبارة عن سوب فقط يعني زي صابون، لكنها كان لها ديس ادفانتج في انها كانت تترك طبقة على الشعر بتخليه اول شيء فيل انكمفورتبل، يعني الشخص اللي بيستخدم السوب هذا بيكون مش مرتاح وممكن تكون مهيجة، وبنفس الوقت تعطيه زي منظر معتم. فعشان هيك بهذاك الوقت كانوا يحطوا الصوب مع المي السخنة ويحطوا شوية أعشاب ويستخدموها على الشعر. بعد هيك إجا كيسي هيبرت اللي كان يعتبر أول من عمل فورميليشن للشامبو. Soap and shampoo were very similar products. Both contained surfactants and which is a type of detergent. لكن المودرن شامبو was first introduced in 30s with Dreen, the first synthetic non-soap shampoo. يعني ظلت فترة في عنا soap وظل في عنا شامبو، لكن بالنهاية ب 1930 تقريبا بلشت تظهر فقط الشامبوهات و قلت صناعة السوبس، إلا طبعا على الطلب. حتى الآن مثلا نسمع عن الصابون النابلسي وكيف إنه في ناس ما بتستخدم إلا هو، في ناس تقول لك إنه بيعمل طبقة على الشعر وبتضايق ومن هالحكي، في ناس تستخدمه مع المي السخنة فقط، في ناس تقول لك ما بينضف الشعر إلا بيه، وفي ناس تقول لك إنه البي اتش تبعته عالية كتير فبالتالي ممكن يؤدي إلى خراب الشعرة. فيعني ظل الأوبشنز التنين موجودين، لكن الشامبوهات الحالية أكثرها بتحتوي على ديترجنتس وسيرفاكتنتس، وهاي هي اللي بتشتغل كديترجنتس. The main function of the shampoo is to clean the scalp from يعني to get it free from sebum and foreign substances. تترك الشعر لسترس يعني فيه لمعة وgood looking. Okay, the detergents and other raw materials selected for shampoo preparation should be non-toxic للشعر وللسوري لجلدة الرأس وللعيون. كمان بعض الشامبوهات ممكن نلاقيها medicated، يعني موضوع فيها بعض الميديسن لاستخدامه كعلاج مثلا. كيف بيشتغل الشامبو؟ زي ما احنا شايفين الشامبو جاي لأنه في عندي الشعر وفي عندي أويل عليه اللي هو السيبم وغيره من ديرت وغبرة وهيك. بيجي السيرفاكتنتس اللي هي عبارة عن فوسفوليبيدز، بتعمل على إحاطة الأويل وعمل ما يسمى بالمايسيل. المايسيل هون الجزء الداخلي منها هو الزيتي،
والجزء الخارجي هو اللي بيحب للماء. فتعمل على إحاطة بقعة الزيت وبتمشيها معها. طبعا المي سيلز ار ووتر سوليبل، وكثير يعني لانها من برا الهيد اوف فوسفوليبيدز بتكون بتحب المي، لكن من الداخل بتكون محبه للزيت، فبتعمل احاطه لبقعه الزيت وبالتالي تعمل على ازالتها، وبالشطف بالماء بنتخلص منها. هون الطريقه: oil and dirt are attached to the skin and hair. The surfactant lowers the surface tension of the water. هو lowers the surface tension على الانترفيس بين المي وبين الزيت، او بين الشعر وبين الزيت، وبالتالي بيعمل كوسيط. The surfactant creates micelles around the dirt and oil that are removed from the skin and hair. Micelles with the oil, dirt and surfactant are eliminated with the water during rinse, خلال الشطف. Properties of a good shampoo: it should have optimum viscosity, such as it facilitates ease during application. يعني دائما احنا بنحب الشامبو يكون في نوع من اللزوجة، لانه لو ما بدي اعمل له ابلكيشن، لو ما كان لزج رح ينزل كله دفعه واحده، وهيك يعني هذا شيء انكونفينينت. 2 it should have good spreading properties، يعني ينتشر على الشعر. It should produce sufficient lather after application، يعني بعد ما احطه على الشعر لازم يعطيني رغوه لحتى انا احس انه عم يعمل او عم ينتشر بشكل كافي ليتخلصني من الديرت. It should be able to remove waste materials such as debris، يعني أي جلد ميت، soil، أي تراب أو غبار، sebum، dead cells، salts due to sweat from the scalp، يعني حتى الأملاح اللي ناتجة عن التعرق كمان يزيلها. It should not form any kind of film on scalp، ما لازم يترك أي طبقة من الطبقة على فروة الرأس، وبالتالي يزيل الدهون والأوساخ بدون ما يترك طبقة. It should rinse out completely after washing، يعني إني أقدر أتخلص من كل مكونات الشامبو اللي حطيتها على شعري بعد ما خلص نظفت شعري وبعمل له rinse. It should produce lather with both hot and cold water، يعني لازم يعطي رغوة بالمية السخنة وبالمية الباردة. It should facilitate ease of combing after shampooing، يعني بعض الشامبوهات أنا ممكن أستخدمها ولكنها بتسبب تعقد أو تعقيد للشعر، تانجلينج بشكل كبير. هون هاي مش من الأشياء اللي محببة، لأنها فعلياً لما أجي أمشط الشعر بعديها لازم أحتاج إما كونديشنر أو أويل أو غيره لحتى أقدر أفك التانجلينج هاد. فالمفروض إنها ما تعمل هيك، والمفروض إنه to ease combing after shampooing، يعني يسهل التمشيط بعد استخدام الشامبو. After drying the hair should not give rough appearance، يعني بعد ما ينشف الشعر مش لازم يكون منظره رف يعني خشن. It should provide luster to the hair، قلنا اللي هي اللمعة. It should produce good odor both before and after shampooing، يعني خلال الشامبوينج يكون لونه رائحته حلوة، وبعد ما نظف فيه الشعر المفروض يترك الشعر برائحة حلوة. It should not produce any kind of irritation or itching to the scalp، يعني مش لازم يكون توكسيك أو مهيج لفروة الرأس. في هنا كتير types of shampoo، خاصة لما ننزل على السوق نلاقي هاي الأنواع. أول شيء clear liquid shampoo، liquid cream shampoo، cream shampoos، gel shampoos، powder shampoo، aerosol shampoo، special shampoos وشامبوز and conditioner. clear liquid shampoo بيكون مكتوب عليه انه liquid shampoo عادي. liquid cream shampoo هذا النوع اللي كان يجي زمان فعليا، مكتوب عليه liquid cream shampoo، وبيكون فعليا نوعه او الconsistency تبعته تشبه الكريم لكنها اقرب للliquidity اكتر. طبعا هون في فورميلاز للي بيحب يعمل زي هيك شامبوهات، فورميلاز جاهزة. كريم شامبوز: these shampoos have a paste-like consistency، يعني اللي بيفرق بين الليكويد كريم شامبو والكريم شامبو انه هون الكونسيستنسي اقرب للكريم منها للليكويد، وعادة بيكونوا محطوطين ب كولابسبل تيوب اللي هي التيوب تبع المراهم والكريمات المعروف.
ممكن يكونوا available in jars with wide mouth، اللي هي العلبة اللي احنا بنستخدمها، يعني علبة والتم تبعها كبير، هاي بنسميها wide mouth jars. جل شامبو زي التي جل مثلا، بيكون طبيعتهم زي الجل. باودر شامبو، الباودر شامبو أكثر شيء بيستخدموه الناس في اللي بيعمل بيصير لهم ترافلينج كتير. بعض الناس بيكون عندهم حساسية من مثلا مي كتير، يعني إذا استخدموا المي اللي بكميات كبيرة ممكن يتحسسوا، وهدول بيفضلوا هذا النوع اللي هو الباودر شامبو. وطبعا الهاندلينج تبعه بيكون يعني أسهل. طبعا هدول الدراي شامبو applied on the head then removed by the brush، يعني بنستخدم البرش فعليا في إزالتهم الفرشاية. it doesn't involve the use of water، يعني ما حتى استخدام المي مش رح نستخدم معاهم. preferred عادة when the hair is greasy ويحتوي على الأدزوربنتس أو المواد الماصة. فهدول فعليا زي باودر بنحط على الشعر ويتم إزالته بالبرش للناس اللي صعب إنها تستخدم المي. إيرسول شامبوز اللي هم زي الفوم بيعطوا، اللي هم زي بخاخ ويحتوي على الشامبو داخله. طبعا البروبيلانت اللي هي المادة اللي بتعمل على ضغط الضخ للخارج، لازم تكون كومباتبل مع الشامبو انجريدينتس. السبيشال شامبوز هدول عادة ميديكيتد، عادة ما بيكونوا ميديكيتد. مثلا في عنا اللي هم الانتي لايس والانتي داندرف، انتي لايس شامبو، انتي داندرف شامبو، انتي بولدنس شامبو اللي هي للصلع. الكونديشنر شامبو برضو هو عبارة عن سبيشال تايب شامبو. هدول سيرف فور هير كونديشنينج، they clean the hair and keep them in smooth and lustrous condition. و they also prevent sticking of hair، يعني prevent tangling. فالكونديشنر شامبو فعليا بيعتبرهم سبيشال تايب شامبو. most of the conditioners are made from quaternary ammonium compounds. these compounds have property of reducing electrical charges between the hair، وبالتالي بصير مانيجبل. و some of these compounds have bactericidal effect. طيب formulation of shampoo، فعليا الشامبوهات لازم تحتوي على المواد التالية. أول شيء surfactants such as anionic surfactant، والمثال عليه alkyl sulfates، alkyl ether sulfates. non-ionic surfactant alkanolamides، cationic surfactants alkyl amines، alkyl imidazolines. amphoteric surfactants acyl amino acids. لاحظوا أن الأنيونيك سرفاكتانتس are negatively charged، non-ionic surfactants ما عليهم شحنة، كاتيونيك positively charged، وأنفوتيريك بيكونوا positive ونegative بنفس الوقت. foam boosters، الفوم بوسترز اللي هم يعني معززات الرغوة، مونو إيثانولاميد، لوريل أميد، وطبعا DEA وكوكو أميد DEA. germicide and anti-dandruff agent في حال إنه الفورميلا للأنتي-dandruff. بنزركنم كلورايد، سيتريمايد، سيلينيوم سلفايد، كادميوم سلفايد. conditioning agents such as lanolin، egg amino acids. pearlescent agents such as 4-methyl 7-diethyl amino كومارين، فالكومارون الكومارينات نعتبرهم pearlescent agents، يعني بيعطوا منظر كريمي أو منظر لؤلؤي للفورميلا. sequestrants such as إيديتا، citric acid، dry biophosphate،
هايبوفوسفيت. السكوسترانس القصد منهم هو مواد تمسك المعادن أو الأملاح غير المرغوب فيها زي الكالسيوم والمغنيسيوم. ثيكنرز الجينات بوليفينيل الكهول مثل سلوز، هاي بتعمل على زيادة لزوجة الفورميلا. برفيومينج ايجنتس يعني مواد مغطرة، هيربال فروتس، فلورال فراغرانس. بريزيرفاتيفز باراهيدروكس بنزويك أسيد، فينيل ميركوريك نيتريت، أورفينيل ميركوريك نيتريت. وكالرز عشان نعطي لون للفورميلا تبعتنا.